السلام عليكم، مساكم ابو خير. هذه واحدة في زمان البادية اسمها تمرة، ادري مستغربين بالاسم، خلوكم بالاسم، اخذوا المضمون. تمرة هذه سوت سواه ما حد يسويها. تمرة نصيبها انها تزوجت لها واحد بخيل، بخيل ما يندي جعص يعني بالعربي. اللحم ما يذوقونه الا من سنة لسنة، واللبس هو نفسه صار 3 سنين. المهم بيوم من الايام زوجها غايب عن البيت، وجوها ضيوف، جوها تقريبا 15 رجال 16 رجال، قلطتهم مرحبا والله ومسهلا، انا واخو ركايبهم رجيل وقلطط. راحت تمرة حي والله الراس، جابت لهم الحطب وجابت لهم الماء وقالت لهم رجلي غايب اليوم، لكن واحد منكم يقوم يزينق هول اخوياه. وغداكم اليوم هنيه والله ما تروحون. وراحت اخذت واحد من الخرفان وذبحته قدامهم. قال لي يوم شافوا السكين تقطر دم، داروا ان المرة صامله. وصل طال عمركم زوج تمرة، الا الضيوف عنده والمرة قاعد تطبخ. شو تسوين؟ قالت والله ذبيحه. المنو؟ قال الضيوف. قال انا اعلمك. قال انا اعلمك ما قالت انا طالبتك طلبه لا يسمعونك الضيوف، طلبه اسكت بس لين يمشون. قال ماشي الله يعيني بس لين ياكلون ويمشون. المهم راح الرجال عند ضيفانه وقهواهم وقعد عندهم وسولف عليهم. يوم جهز الغداء قلطهم على غدائهم وتغدوا. المهم ان الرجال خلاص بيمشون. يوم شافهم بعد وخلاص مستحيل يشوفونه، هو ياخذ الخيزران ويدش على زوجته تمره بيقلبها فصمه ذاك اليوم نوال هنيه قشره. المهم يدخل على تمره رديت النصيب مع خيزرانه، ومن وين ما تونس العسب خروف كامل، اعطيهم تمر ولا خبز وحي على الفلاح. في اثنين تاخروا عن ربعهم وسمعوا زوجته تصيح من الطق تصيح. هم يجون عنده، حنا داخلين على ثم عليك انك تخليها، والله يا الجوديه هذه ما تنضرب. يوم سمعتهم تمره يدافعون عنها وهي تطلع لهم، قالت لا والله الا استاهل الطق، يقول لي 15 رجال وما تذبحي لهم الا خروف، ليه ما ذبحتي لهم خروفي؟ قالوا عاد الضيفان سامحها هالمرة، والله إنه ما علمها الطيب والكرم إلا رجالها. يوم سمع هو هالكلمة إلا يوم وقعت في صدره. يوم عاد راحوا الرياجيل والرجال يفكر بكلمتهم، دخل على مرته تمرة واعتذر منها، وعاد يقولون إنه تغير من البخل يعني كسر الكاشية بحبحها شوي صار كريم نوعا ما. لو بحثنا حاليا أو بالتاريخ راح نجد مثل حالة تمرة واجد، مرة تغير من طبع رجل من الأسوأ إلى الأفضل. ولو تجالسون الشيبان وتسمعون شي يقولون لا شافوا لهم رجال بليد قالوا زوجوه زوجوه رب المرض طلع قلبه. يعني تخيلوا موقف تمرة يصير بهالوقت، انا اراها انها راح تطلع وتقول يا جماعة شفت الردي هذا قاعد يقول بكليهم خبز انا موكلتكم ذبيحة تعم عليه. هذه نصيحة لكل ام، لا شفتي ولدك رجاجيل ها ما هو رجال وتبين يطلع قلبه زوجي شروه تمرة راح يصير رجال. شوفكم على خير.